نشرة الأخبار، أهلا بكم وإلى العناوين. رئيسي يقول إنه لولا الحضور الإيراني في العراق وسوريا لكان داعش جارا لأوروبا في المتوسط، ويؤكد أن أمريكا طردت من أفغانستان. وزير الخارجية الجزائري يعلن أن قطع العلاقات هو الرسالة المناسبة للمغرب ردا على ما وصفه بالأعمال العدائية تجاه بلاده. حركة النهضة التونسية ترى في نية سعيد إقرار أحكام انتقالية توجها خطرا، وأربعة أحزاب تعلن رفضها تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية وتعليق الدستور. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة لم تخرج من العراق وأفغانستان، بل هي تطرد من هناك. وفي كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أن السلاح النووي ليس له مكان في استراتيجية إيران الدفاعية، واصفا العقوبات الأمريكية بأنها جريمة منظمة وممنهجة. قائد الثورة أصدر فتوى بحرمة وإنتاج الأسلحة النووية وتصنيعها وتخزينها، وهذا السلاح لا مكانة له في استراتيجيتنا الدفاعية. الجمهورية الإسلامية تعتبر الحوار المفيد هو الذي ينتج إلغاء للعقوبات، وهي في الوقت الذي تدافع فيه عن مصالحها الوطنية بنحو قاطع تسعى للتعاون الاقتصادي والسياسي الواسع مع العالم، وأنا أسعى للتعامل المؤثر مع دول العالم ولا سيما دول الجوار. الرئيس الإيراني دعا إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ولفت إلى أن تقارير الوكالة الدولية تؤكد التزام إيران بتعهداتها خلافا لواشنطن. اليوم كل دول العالم وحتى أمريكا نفسها اعترفت بأن مشروع مواجهة إيران الذي تجلى في السنوات الأخيرة في نقض الاتفاق النووي شكلا ومضمونا فشل. بالرغم من ذلك لم تتخلى أمريكا عن سياسة الظلم في حدوده القصوى، ونحن لا نريد شيئا أكثر من حقنا. نحن نطلب تطبيق القوانين الدولية، وعلى الجميع الالتزام بالاتفاق النووي وبالقرار الدولي بشكل عملي. وإن 15 تقريرا للوكالة الدولية أكدت التزام إيران بتعهداتها، لكن أمريكا لم تلتزم ونقضت العهد وانسحبت من الاتفاق وفرضت عقوبات أكثر على شعبنا. أمريكا اعتقدت خاطئة أننا سنيأس، لكن صمودنا أعطى نتيجة وسيعطي دائما. رئيسي أكد في كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لولا الحضور الإيراني في العراق وسوريا لكان داعش جارا لأوروبا، مشيرا إلى أن الحضور الأمريكي هناك يعيق تحقيق الإرادة الشعبية. لولا حضورنا في العراق وسوريا وحكمة أبو مهدي المهندس والفريق سليماني لكان داعش جارا لأوروبا في البحر الأبيض المتوسط. حضور أمريكا في سوريا والعراق أبرز عائق لتحقيق الإرادة الشعبية. الولايات المتحدة لم تخرج من العراق وأفغانستان، بل هي تطرد من هناك. نظام الاستبداد الأمريكي لم يعد له اعتبار في داخل أمريكا وخارجها، واليوم الجميع أيقن أن مشروع أمريكا العظيم قد فشل بنحو تام. في المقابل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن ستسعى دبلوماسيا إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. نحن نعمل مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا على جعل إيران تنخرط دبلوماسيا وتسعى للعودة إلى الاتفاق النووي. نحن نستعد للعودة إلى الالتزام الكامل إن فعلت إيران الأمر نفسه، وبالمثل نسعى بجدية وبدبلوماسية مستمرة إلى مواصلة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. نرى تقدما ملموسا نحو خطة متاحة مع التزامات ملموسة من شأنها زيادة الاستقرار في شبه الجزيرة والمنطقة، وكذلك تحسين حياة الناس في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن الأعمال العدائية الأخيرة للمغرب تجاه الجزائر كانت السبب في قطع علاقات بلاده مع المملكة. وخلال مقابلة له مع قناة CNN الأمريكية أشار العمامرة إلى أن الجزائر كانت صبورة في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبتها المغرب ضد سيادتها، وأضاف أن بلاده لا يمكنها قبول المزيد من هذا السلوك، لافتا إلى أن قطع العلاقات أرسل الرسالة المناسبة إلى الحكومة المغربية.
إلى تونس، حيث أكد الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري وأفاق، أكدوا رفضهم تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية أو تعليق الدستور. موقف الأحزاب جاء في لقاء جمعهم بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين طبوبي. حركة النهضة بدورها قالت إن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة هو توجه خطر وتصميم على إلغاء الدستور. وفي بيان شددت حركة النهضة على أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شل مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة. وأكدت أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، مجددة تأكيد ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتأليف حكومة شرعية. وبعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد ملامح مشروعه السياسي، اعتبر مؤيدوه أنه بداية تأسيس لنظام جديد، بينما حذر معارضوه من خطورة الانفراد بهندسة المرحلة المقبلة. وكان الرئيس قد أعلن في كلمة من مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة عن ملامح مشروعه السياسي. مراد الدلنسي. الخطاب الأخير للرئيس التونسي كان الأكثر وضوحاً من سابقيه لجهة توضيح معالم المرحلة المقبلة، فالرئيس يتحدث عن مواصلة الأحكام الاستثنائية مع تجهيز تنظيم مؤقت للسلطات سيعوض جزءاً من أحكام الدستور، وسيكون هذا التنظيم بمنزلة الأحكام الانتقالية لتنظيم عمل الحكومة المقبلة. وسيتم تكليف رئيس حكومة، ولكن ستكون فيه الأحكام الانتقالية التي تستجيب لإرادتكم، كما سيتم إن شاء الله وضع مشروع القانون الانتخابي الجديد. هي بداية عمل الرئيس على معالجة الأسباب التي أدت إلى الخطر الدهم، وهي رد أيضا على التحركات المعارضة له مؤخرا. هكذا يقيم مؤيدوه الخطاب الأخير. في المقابل واصلت قيادات حزبية وحقوقية التعبير عن تخوفها من تفرد قيس سعيد بحياكة ملامح المرحلة المقبلة. اللافت أيضا في كلمة الرئيس إصراره على اعتبار تاريخ 17 من ديسمبر التاريخ الفعلي للثورة التونسية. هي رسالة واضحة لكل التونسيين والتونسيات وللخارج، كون ما قام به يوم 25 جويلية هو تصحيح لمسار ثورة 17 ديسمبر، ونحن ثابتون على استكمال هذه الثورة التي أجهضت والتي تم الانقلاب عليها. بعد قرابة الشهرين على إعلان الإجراءات الاستثنائية، بدأ قيس سعيد بتوضيح معالم برنامجه السياسي الذي يسير بحسب المؤشرات المتوافرة باتجاه جمهورية جديدة. رغم تأكيد الرئيس التونسي مضيه قدما في التأسيس لمرحلة جديدة وسط دعم شعبي متواصل، يدعو متابعون إلى ضرورة الاهتمام بالوضع الاقتصادي وإلى معالجة القضايا الطارئة والمهمة في الفترة المقبلة. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. فاصل قصير ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. عبرت القافلة الرابعة المحملة بالمازوت الذي جلبه حزب الله من إيران عبرت الحدود اللبنانية السورية. القافلة هي الرابعة من شحنة السفينة الأولى التي تم تحميلها في بانياس. هذا وبدأ توزيع مخزون القوافل الثلاث التي وصلت منذ أسبوع على الأراضي اللبنانية كافة للتخفيف من حدة أزمة المحروقات في البلاد. قرار عابر للحدود كان كفيلا بهذا المشهد وما وراءه، إنها أبعد من توزيع محروقات في لحظة حصار قاسية، بل هي كما يراها المستحقون هنا في صيدا بشرى طويلة الأمد بأن المقاومة لن تترك شعبها يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية. هنا وصلت الأمانة بصهاريج شركة الأمانة. ما في كلمة شكر بتعبر عن هالتقدمة من قبل السيد حسن وحزب الله كرمال المؤسسة عنا. نحن مثل ما قلت أنت كنا عم نواجه صعوبات عديدة بتأمين المازوت،
وحتى نخلي المؤسسة عم تكفي بشغلها. شكر جزيل للسيد أطال الله عمره بما يقدم. تعرفوا كلكم سواء قديش نحن بحاجة بهالأيام العصيبة للمازوت، للبنزين، الأشياء التالية. هذه الخطوة أنقذت العديد من المؤسسات التي كانت على بعد خطوة من الإقفال، ولا سيما المؤسسات الخيرية والإنسانية والمستشفيات. عملية التوزيع جاءت بالتنسيق بين حزب الله وبلدية صيدا، والأجواء واعدة بمزيد من المشاهد المماثلة منعا لأي خطر قد ينتج عن انقطاع المحروقات. باسمي وباسم جمعية رعاية اليتيم بتشكر سماحة السيد والجمهورية الإيرانية لتقديم هبة المازوت، لأنه نحن كنا واقعين بأزمة بسبب المازوت. مشهد صيدا يتكرر في مناطق لبنانية أخرى، مشهد يكسر صورة الإذلال في الطوابير والابتزاز في السوق السوداء، مشهد يحمل الكثير من المعاني التي يبدو أنها ستظهر في الفترة المقبلة على قاعدة أن كرامة اللبنانيين لدى مقاومتهم خط أحمر. جمال الغربي، صيدا، جنوب لبنان، الميادين. استشهد عدد من اليمنيين وجرح آخرون في غارة لطائرات التحالف السعودي، ووفق مراسلنا فإن الشهداء والجرحى هم من أسرة واحدة قضوا بغارة للتحالف على منزلهم في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات شهدت مسيرات جماهيرية كبرى لمناسبة ذكرى ثورة 21 من سبتمبر. تقرير أحمد زبيبة. ثورة 21 من سبتمبر في ذكرها السابعة، مسيرات في 13 محافظة يمنية إحياء لها. وهنا من العاصمة صنعاء انطلقت مسيرات مؤيدة وداعية إلى تحقيق كامل أهداف الثورة التي مثلت شرائح المجتمع المختلفة وطموحاتها للتحرر من الوصاية الخارجية. اليمن يعلن في هذا اليوم الكريم، في هذا اليوم العظيم، أنه معتز بثورته، ثورة 21 من سبتمبر، وأنه يمضي حتى تحقيق تحرير اليمن بكله. في هذا اليوم غير الله مجرى التاريخ في اليمن وقطعت يد الوصايا والعمالة. خرجنا في هذا اليوم في ذكرى السنة السابعة لثورة 21 سبتمبر، الثورة الخالدة التي أعادت لليمن المجد والخلود والحرية والاستقلال. فشل التحالف السعودي في تحقيق المشروع الأمريكي والإسرائيلي في اليمن رغم سنوات الحرب والعدوان على اليمن، حتى مع محاولاته المستمرة تقول حكومة صنعاء. وهذا الحضور الكبير أكبر شاهد على الاستعداد للمواجهة. إنها ثورة رفعت شعارات لم تعجب الحركة الصهيونية ولم تعجب الدول الرجعية، لأنها ثورة اصطفت إلى جانب قضية الأمة العربية كلها، قضية فلسطين. وشهدت ساحة شارع المطار في صنعاء رقصات شعبية وأناشيد تعبر عن فرحة اليمنيين بثورتهم وانتصاراتهم التي حققوها رغم آلة الحرب السعودية وضخامتها، ودعت التظاهرة في بيانها إلى رفض الجبهات بالمال والرجال. سبع سنوات من انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، واليمنيون يحيون هذه المناسبة بالعزيمة والحضور الجماهيري نفسيهما في رسالة تأكيد لعزيمة الصمود في وجه التحالف حتى تحقيق أهداف الثورة. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. تستمر أزمة الغواصات الفرنسية بالتفاعل في غير اتجاه، تنديد أوروبي بإلغاء الصفقة بين فرنسا وأستراليا. أما باريس فتقول إنها تدرس خياراتها للرد على إلغاء صفقة الغواصات. أزمة الغواصات الفرنسية كشفت خلافات أعمق من مجرد خسارة صفقة،
يرى البعض وجود خلاف استراتيجي كامل بين الولايات المتحدة وأوروبا، ويؤكد هؤلاء أن دول الاتحاد أمام حقيقة حاسمة: السياسة الأمريكية قائمة على النهج رغم تبدل سيد البيت الأبيض. هنا نتحدث عن خلاف أمني عسكري اقتصادي، أيضا هناك حرب ضرائب ما بين الطرفين. لحد الآن خلاف البوينغ لم يحل ما بين يعني أكثر من 16 عام، هناك كراهية في داخل المؤسسة، لكن الفرق الوحيد أنه أوروبا لم تستطع على مرور هذا الزمن أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية. الخيار الأمريكي الذي يؤدي إلى إقصاء الحليف الفرنسي من صفقة الغواصات تترتب عليه تبعات كثيرة، تبدأ بانخفاض منسوب الثقة ولا تنتهي بتصدع العلاقة على ضفتي شمال الأطلسي، خصوصا أن الولايات المتحدة تريد محاربة الصين وروسيا بأصدقائها الأوروبيين، يقول مراقبون. أظن في هذه الحالة أن الدبلوماسية الأمريكية أخفقت. لا أعتقد أن هذه الضربة، إذا صح التعبير، مقصودة، ولكنها تدل على تخبط وخاصة في الخارجية الأمريكية. موقف التضامن الأوروبي مع فرنسا هو إعلامي أكثر مما هو عملي، يقول البعض. رغم ذلك يرى هؤلاء فرصة أمام الاتحاد الأوروبي لنيل استقلاليته أمنيا وعسكريا وسياسيا عن الولايات المتحدة. سيكون هناك ابتعاد يعني، وهذه فرصة أمام الاتحاد الأوروبي لكي يأخذ استقلاليته وسيادته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان أمنيا أو عسكريا. أزمة ضفتي الأطلسي ربما تدفع أوروبا نحو البحث الذاتي عن استراتيجية دفاعية توفر لمصالحها الحماية، استراتيجية ربما تبنى تحت سقف التوازنات العالمية الجديدة. لكن السؤال المحور: هل تدفن أوروبا خلافاتها في سبيل التوصل إلى رؤية موحدة؟ قناة سويس جديدة على قضبان حديدية، هكذا وصف مشروع القطار الكهربائي الفائق السرعة، وهو قطار كهربائي جديد تنفذه مصر بشبكة تصل إلى 1800 كيلومتر، له أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لكونه يسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة في مصر. خالد أبو عرب والتفاصيل. هذا هو مسار القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه مصر، وسيربط خطه الأول بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر ومينائي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط. مشروع وقعت شركة سيمنز الألمانية عقدا مع هيئة الأنفاق المصرية بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار لتنفيذ 660 كيلومترا من الشبكة المخطط لها بإجمالي 1800 كيلومتر، وإنشاء ما يشبه قناة السويس على قضبان حديدية. يعتبر وسيلة سهلة لنقل البضائع من كل المواني لداخل مصر أو لنقلها من أجل التصدير لمواني أفريقيا أو مواني شرق أسيا، فكل دي عوائد اقتصادية كبيرة جدا ستعود إن شاء الله على الاقتصاد المصري، ستعود إن شاء الله بجذب للمستثمر سواء الوطني أو المستثمر الأجنبي. القطار الكهربائي الجديد يستهدف نقل أكثر من 30 مليون مواطن في العام، مع تقليص زمن الرحلة إلى النصف، إلى جانب نقل 8 ملايين طن من البضائع مع حلول عام 2024، والتي يتوقع أن تصل إلى 22 مليون طن عام 2040. مشروع تؤكد الدراسات أن مرحلته الأولى ستوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل في مصر. هذا المشروع أيضاً سيسهم في تحقيق الزحف العمراني وتسهيل حركة الانتقال للأفراد والبضائع، سيسهم في الربط ما بين المدن الكبيرة المدن الصناعية إلى جانب أو مع العاصمة الإدارية. ومن المقرر أن يربط مساران إضافيان من الشبكة الجديدة العاصمة القاهرة بسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة على طول نهر النيل في أسوان، والأقصر بسفاجة عبر الغردقة، وهو ما سيسهم في دعم قطاع السياحة في مصر. أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لمشروع القطار الكهربائي الجديد الذي وصف بقناة السويس بقضبان حديدية، مشروع سيحدث بحسب خبراء طفرة في حركة النقل والتجارة.
خالد أبو عربة، القاهرة، الميادين. أين يذهب أهالي السليمانية في العراق للترفيه عن أنفسهم؟ ملاك خالد استطلعت وجهتهم المفضلة وعادت بالتقرير الآتي. لوي بالكردية أو هنانا باللهجة العراقية تعني أننا هنا، وهنا بالتحديد نعني سفح جبل أزمر، وهو الجبل المفضل لأهالي السليمانية وزوارهم من مختلف أنحاء العراق لتمضية أوقات استرخاء واستمتاع، ولا سيما في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية والأعياد. ولكن هذه المدينة محاطة بالجبال، فلماذا جبل أزمر؟ سنكتشف معا. جينا من بغداد نرفه الأولاد، جو حلو مناسب، يومين ثلاثة ونرجع إن شاء الله، نرجع لبغداد. مسكنة بغداد، بس إحنا أكراد دائما نجي هنا سياحة بالصيف، لأن قرايبنا هنا نجي نشوفهم. واحد من الفعاليات المميزة في جبل أزمر، هنا يمكن للناس أن ينتقلوا من سفح الجبل إلى أعلاه وأن يطلوا على المدينة إطلالة بالفعل ساحرة. كل شيء جميل هنا، المدينة والجبل والإطلالة. يا ساتر، كنا واقفين هناك على جبل أزمر، كانت باردة كلش، يعني الجو كلش بارد، ويعني نتونس نشوف المنطقة السليمانية كلها من فوق. جينا من شو اسمه الدواعش بي 2015 نسبة نزوح، وظلينا رجعنا على الموصل وظلينا نجي السياحة 3 مرات و4 مرات. احنا من الحلة نجي دائما على السليمانية، نصعد بالتلفريك، وهنا الطقس كلش حلو، وهسه بعد نكمل الألعاب، مدينة ألعاب وحديقة الحيوانات. في السليمانية تلفريك وحيد هو تلفريك جبل أزمر، وخلال المناسبات مثل الأعياد كالنيروز يستخدم التلفريك نحو 2000 شخص يوميا، حتى في الشتاء حين تغطي الثلوج كل الجبال يصعد الناس إلى الجبل بالتلفريك للتصوير والاستمتاع بمنظر المدينة من قمة الجبل. كأننا نهبط في بحر من ضوء، هكذا تبدو السليمانية من قمة جبل أزمر، وهذا المشهد إضافة للأمان والمناخ يجعلان من هذه المحافظة مقصدا للسياحة الداخلية من كل محافظات العراق. ملك خالد، جبل أزمر، السليمانية، الميادين. ختاما إلى العناوين. رئيسي يقول أنه لولا الحضور الإيراني في العراق وسوريا لكان داعش جارا لأوروبا في المتوسط، ويؤكد أن أمريكا طردت من أفغانستان. وزير الخارجية الجزائري يعلن أن قطع العلاقات هو الرسالة المناسبة للمغرب ردا على ما وصفه بالأعمال العدائية تجاه بلاده. حركة النهضة التونسية ترى في نية سعيد إقرار أحكام انتقالية توجها خطرا، وأربعة أحزاب تعلن رفضها تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية وتعليق الدستور. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.